صعبة. بشكر جميع زملائي أبطال أكتوبر، وبالنيابة عنهم بنشكر مجموعة 73 مؤرخين على المجهود الكبير اللي بتعمله وبتجمعنا فيه. نعم. وبنشكر الدكتور عمرو على انه من ابطال 73 وبيجمع للرئيس السادات الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. في عندنا اول باتبينا هنا فيها مجموعه من الاوسامه والنياشين، يمكن ابرزها قياده الجمهوريه اللي بتنتصف اللي اهداها الرئيس جمال عبد الناصر في اغلب قيادات ثوره 23. في عندنا نجمه الشرف، في عندنا وسام العلوم والفنون، في عندنا وسام الرياضه، في عندنا النجمه العسكريه. ناس كتير بتيجي تسالنا هو الرئيس حصل على وسام العمل على العلوم والفنون؟ لا، هو بمجرد ما بيصبح رئيس الجمهوريه بيحمل كل هذه الاوسمه والنياشين حتى يستطيع ان يمنحها للغير. لكن المؤكد عندنا قياده الجمهوريه في المنتصف اللي اهداها الرئيس جمال عبد الناصر لكل الناس اللي قامت بثوره 23 يوليو.